السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. حقيقة أنا سعيد بأن أبث لكم هذه الحلقة الحصرية على مدونة المعلوميات. أقولها وأعيد، هذه الحلقة حصرية، لذلك أتمنى أن تقوموا بنشرها. قبل المرور للشرح أتمنى أن تقوموا بالضغط على لايك للفيديو، والمهم هو أن تقوموا بالاشتراك. والآن نمر إلى الشرح. يعتبر موقع ون كلاس من أفضل المواقع وأكثرها وثوقا للحصول على بطاقات مجانية لعدة شركات، حيث سأشرح لكم في هذه الحلقة كيف تحصل على بطاقة هدية من أمازون $10 مجانا. العملية هي بسيطة، حيث يجب عليك القيام بجمع النقاط لكي تستطيع الحصول على البطاقة، وذلك بجمع 800 نقطة. وبالمناسبة الموقع فور التسجيل به يمنحك 120 نقطة، وفي كل مرة قمت بدعوة صديق تحصل على 50 نقطة. أما عن طريق التسجيل، ستقوم أولا بالولوج الموقع من خلال الرابط أسفله، إذن هذا هو الموقع. بعد ذلك تقوم بالتسجيل بالضغط هنا، ثم تقوم باختيار التسجيل عبر الفيسبوك. بالضغط على إشارة الفيسبوك هنا، فهذه النافذة سوف تضغط على أوكي. إذن وبعد ذلك ستتوجه إلى صفحة تطلب منك معلوماتك الشخصية وميولاتك. تقوم هنا بكتابة الإيميل الخاص بك، عفوا تقوم بالضغط هنا. إذن my age is over 13 سنة أو under، أي أقل من 13 سنة أو أكثر من 13 سنة. هنا تختار ميولاتك، مثلا تقوم بالضغط فقط على سبيل المثال نحن نضغط، ثم تضغط على الزر next. هنا ستتوجه سوف أقوم بتغيير العنوان لعنوان آخر، وبعد ذلك سوف تقوم بالنقر على الزر next. إذن بعد النقر على الزر next ستتوجه إلى صفحة أخرى بها العديد من الشعارات لعدة بطاقات، على سبيل المثال بطاقة بيست باي الجميلة جدا، وهنا الشركة المعروفة جدا H&M، وهنا بطاقة أمازون وباي بال. إذن فأنا البطاقات التي أعجبتني من كل هذه البطاقات هي H&M وبطاقة باي بال وبطاقة أمازون، ولكن البطاقة الأخرى فهي مهمة أيضا، لكن موضوع حلقتنا هو كيفية الحصول على بطاقة أمازون. تنقر هنا على شعار موقع أمازون، إذن ومبروك عليك الحساب الجديد. إذن فإذا قمنا بالنقر هنا نرى الحصول على 60 نقطة، إذن كما ترون. للأسف أنا لا أعرف مشكلة الموقع، لكنه في البداية كنت تحصل على 120 نقطة. إذن ترون هذا هو العداد، عندما يكتمل تقوم بالحصول على البطاقة. مثلا تريد الحصول على النقاط، تضغط هنا على انفيت كما ترون، ثم تقوم
بنسخ هذا الرابط وإعطائه لأصدقائك. فعلى ما أظن، أنا أقول على ما أظن وليس متأكد، فكل شخص سيضغط على الرابط سوف يحصل على نقط، وأنت أيضا سوف تحصل على نقطة، وسيحصل على 60 نقطة وأنت على 50 نقطة. إذن تقوم بنسخه وإعطائه لأشخاص. فبالمثل إذا قمنا بعملية حسابية، فيجب عليك إعطاؤه ل18 شخصا على ما أظن لكي تقوم بإنماء هذا الخطوة، تقوم بالحصول على بطاقة أمازون أو باي بال، البطاقة التي اخترتها. مثلا لقد قمت بجمع 800 نقطة وأردت أن تقوم بتحويلها للحصول على بطاقة، تضغط هنا على gift cards ثم تقوم بالنزول للأسفل. فعندما تقوم بجمع 800 نقطة تضغط على redeem، وسوف يصلك كود للحصول على البطاقة، وبإذن الله البطاقة سوف تصلك خلال 10 أيام على الأقل، أقول على الأقل لكي لا تقوم بإرسال إلي رسالة تقول أن الموقع كاذب وأن البطاقة لا تصل. وبالمناسبة، فإذا لاحظتم الرابط هنا فتجدون HTTPS، يعني أي موقع تجد به HTTPS فهنا هذه الاس تعني سيكيور. مثلا إذا الفيسبوك أيضا سيكيور، اليوتيوب أيضا سيكيور. إذا هذه كانت معلومة، ولكن فهناك مواقع لا تحتوي على اس ولكن موثوقة، فالاس لشهرة المواقع على ما أظن. إذا هذه كانت الحلقة، وسوف تصلك البطاقة إلى باب منزلك، وأقول إنها حلقة حصرية. أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم، ولا تنسوا الضغط على الزر اشتراك والزر لايك، ودعا في اللقاء بكم في حلقات أخرى. إلى اللقاء.